هو لقاء عادي يدخل في إطار الاجتماعات الدورية الأسبوعية اللي تقوم بها مديرية الصحة والسكان لولاية يارت مع الطاقم المسير للوحدات للمؤسسة الصحية بصفة عامة، وهذا بناء على توجيهات السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وفي إطار هذه الاجتماعات يدخلوا معنا مرة كل شهر رؤساء المجالس الطبية العاملة بالمؤسسات الصحية، وارتأينا أننا في إطار الأعمال تاعنا ندرجوا معنا ونشاركوا معنا في إطار الأعمال تاعنا هذه الأسبوعية الصحافة بصفة عامة.